الشعب هذا الفقير المظلوم، التنوع للشعب هذا الفقير المظلوم، والله العظيم كل اللي يقول لكم ترجعون للسلطة زربوا على بي، زربوا على بي اللي يرجعكم للسلطة، زربوا على بي بعد أنا مسؤول عن كلامي، زربوا على بي اللي مو تقطعونها هاي نعلى على واجهة اللي يقطعها، نعلى على واجهة اللي يقطعها، زربوا على بي اللي يرجعكم للسلطة، زربوا على أبو اللي يرجعكم للسلطة، والله هاي المرحلة ما تظلون يا جراوة يا سفنة. لا يصل الكهرباء قاطع الجوع، لا راتب لا رعاية، لكن متحاشية وقال لك ضرب البيت، أنت ضرب البيت ذاكي حتى أنا مضلت في البيت، لا هو بيت بلوك حار، أنا من أضرب البيت حتى المرة راح تشوف البيت يشبيه المطر ما يجر على البيت، غير من تقعد البيت عندك كهرباء هسه كان أكل ما أريد، بطلنا الأكل بطلنا العيشة كل شي ما أريد، بس طول الكهرباء أقل لا تقعد لك في بلوكات حتى المطيش رسلك حاجة لك تقعد في البيت، أنا في البيت في البيت الغام من ضربة من الضدية وضربة من الضهن تحاكي المحافظ وضربة على كل محافظ من أمام لذول الأمام، هذا المؤمن والمحافظ، هذا المؤمن اشرد الاول ما يصير عمي يسوون حال يسوون نكاره يوم العلم ديمقراطيه من على علم الديمقراطيه نعلى على ابو المحافظ نعلى على ابو مجلس المحافظه نعلى على ابو الامامه هذول المحافظ هذا سيد سؤال هذا مجلس المحافظه هذا مجلس النواب هذول جبنا المحافظ قالوا السيد وكيفنا الله يا السيد وين السيد طلع السيد الهيبة حرامي غير المحافظ نسأل على هاي الفقرة نمشي على هاي الوادي بالجوعانة هسه كل شي ما اريد عمي بطلت ما اريد اكل بطلون الكهرباء اكل ما اريد ناكل سلبان سلبان ناكل بس بطلون الكهرباء يعني واحد اربع ساعات يطلب ساعة واحدة فتحاتي وقالك خليك في البيت ايش في البيت سلبان البيت في حتى نسوانكم وحق هذا الله نسوانكم المرة ما تقدر تحاكي عم المحاف 40 نعارف لك على راسك تقلق لك من الكهرباء روح عند رجال معكر روح اطلع مظاهرات ولك عم وينه محمد والله العظيم اكبر الله عمي الله يطيح حظه الله يطيح حظه ومحظه بها عمي هجبتونه والله عمي هجبتونه شكرا لله القناة في البغداد يدي تنطفوتنا يعني احنا وين نروح بس هدفتي بنشري انا صياده